السلام عليكم أصدقائي، في هذه الحلقة أحببت أن أشارككم حل مشكلة لقد تم تعطيل إمكانية الوصول إلى حسابك سناب شات مؤقتا. هذه المشكلة راه يعاني منها بزاف ناس، وراسلوني بزاف ناس من أجل حل هذه المشكلة، وراني راح أشارك معكم هذا الحل البسيط جدا في نقرة زر واحدة فقط. لكن فقط قبل أن نشرح في شرح هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة دائما. عندما يحاول أي شخص مثلا لديه حساب على سناب شات تسجيل الدخول، سوف تظهر له هذه الرسالة التي تظهر أمامكم الآن. لذلك الحل بسيط جدا وسهل، ما عليك سوى أن تقوم بالدخول إلى جوجل بلاي، بعدها تقوم بتحميل كما ترون هذا الفي بي ان، في بي ان انفيني كما ترون، سوف أشارككم كتاب معكم في بي ان كما ترون، انفيني كما ترون، هذا هو في بي ان كما ترون. تقوم بتحميله سوف أضع لكم رابطه أسفل هذا الفيديو وفي أول تعليق. تقوم بتحميله وبعدها تقوم بالدخول إلى الفي بي ان كما ترون بهذه الطريقة. تقوم باختيار على continue with ads في الأسفل، بعدها تقوم باختيار على select the service، service معنى اختيار السيرفر، بعدها تقوم بالخيار في الأسفل United States أو الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها تقوم بالنقر على connect موافق، هكذا ننتظر فقط حتى تنتظر حتى يتم الاتصال ويبدأ العد في الأسفل. سوف تقوم بالرجوع للأسفل كما ترون، تشاهدون في الأسفل هنا على بدأ عد الأرقام هنا، معناها الفي بي ان راهو متصل. بعدها تقوم بالرجوع والدخول إلى حسابك على سناب شات بسهولة، وسوف تستطيع الدخول دون أي مشاكل. كما ترون تسجيل الدخول سهل وبسيط جدا بهذه الطريقة وخطوة واحدة. لذلك هذا بحوزنا في حلقة اليوم، نراكم في موضع لاحقة والسلام عليكم.